جيش توتا الجامدين جدا، بشكركم من قلبي على تفاعلكم لزي القمر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي الجديده انمي توتا، وطبعا في قناتنا الاساسيه الملخص مع توتا. والنهارده هنكمل الجزء الاخير من فصل النخبه، واللي ما شافش الجزء الاول والثاني والثالث هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، روحوا شوفوه وتعالوا لنا بسرعه. وما تنسوش تحطوا اللايك الجميل ويلا بينا. كنا وصلنا عند اختبار النجاه، وبتنزل الطلاب عند الشاطئ، والمدرسه بتكون سايبه لهم خيمه وشويه ادوات قليله يمشوا بيهم نفسهم لمده اسبوع، ولو نجحوا في الامتحان هياخدوا 30,000 نقطة في الشهر. بس في حاجات لو حصلت هيخسروا نقط، زي المرض، الاصابات الخطيرة، ولو حد غاب او السرقة، وممكن ياخدوا نقط اضافية عن طريق تأمين مناطق معينة من الجزيرة. وهيراتا بيقول لهم يلا ندور على منطقة نعمل فيها خيمة لينا، وبيسأل لو حد هيتطوع ويروح يدور معاه، فبيروح كوينجي وايانو وساكورا وكذا طالب تاني، وكل تلاتة بيطلعوا في مكان مع بعض، وايانو وساكورا وكوينجي بيطلعوا مع بعض، وكوينجي بيفضل يتنطط في الغابة زي طرزان بالظبط، وفجأة بيتوه منهم، وساكورا وايانو بيوصلوا عند مكان، فبتقوله تفتكر ان ده احد المواقع؟ فبيقول لها تقريبا، وبيفتكروا كلام المدرسة لما بتقول لهم ان في كذا موقع على الجزيرة، وكل ما تحط ايدك على موقع يعني تاخده او تأمنه هتكسب نقطة اس اضافية، بس مش هتقدر تصرف النقط الاضافية اثناء فترة الاختبار، وهتضاف لنقطك الفصلية بعد الاختبار ما يخلص، وكل اعلان على موقع هتاخدوه هيستمر 8 ساعات، ومسموح لقائد الفصل السلطة على اعلان الاستحواذ. يعني البطاقة اللي هيفتحوا بيها الموقع هياخدها القائد بتاع الفصل، ومش من حقكم تغيروا القائد من غير سبب واضح ومهم. وكمان في اخر يوم لو قدرتوا تعرفوا القائد بتاع كل فصل هتاخدوا 50 نقطة اضافية، مثلا القائد بتاع الفصل الف وب وجيم هتاخدوا 50 نقطة لفصلكم، بس لو خمنتوا غلط هتخسروا ال 50 نقطة، ولازم تخبوا مين القائد بتاعكم ومحدش يعرفه من الفصول التانية. وايانو بيقول الاستحواذ على المواقع حاجة مهمة، بس لو اتسرعت هنتكشف. وقبل ما ساكورا تمشي ايانو بيلحقها، وفجأة بيطلع كاتسو وفي ايده بطاقة الموقع، وبنعرف ان ده قائد الفصل الف، وبيدخلوا الكهف وبيتأكدوا وبيرجعوا عند اصحابهم، وايانو بيقول لهم ان كوينجي سبقهم، واصحابهم بيقولوا ان اكي لقى موقع عند النهر، وبيروحوا وبيقرروا ياخدوا الموقع ده، وبيفرحوا لانهم كده هيقدروا ياكلوا ويشربوا من النهر كمان. وبيتم تجديد الموقع ده كل 8 ساعات، وبيتجمعوا وبيختاروا ان هيروكيتا تبقى قائدة للفصل دال، وبيعملوا عليها دايرة علشان محدش يعرف ان هي القائدة، وبيبدأوا يعملوا المخيم بتاعهم. وهيراتا بيطلب من ايانو انه يروح يجيب خشب علشان يولعوا نار قبل ما الليل يجي، وبيروح هو وساكورا وياموتشي، بس وهم في طريقهم بيقابلوا ايبوكي اللي من الفصل جيم، وبتكون قاعده متعوره ومضروبه، فياموتشي بيقول لها لو عاوزه تيجي معانا المخيم بتاعنا احنا من الفصل دال، فبتقول له ده انا من الفصل جيم يعني عدوتكم، فبيقول لها برده مش هنسيبك لوحدك، فبتقول لهم انتوا فعلا اغبياء، ازاي واثقين فيا قوي كده، وبتمشي معاهم وبيرجعوا مكانهم، واكي بيولع النار، وكلهم بيكونوا مذهولين منه لانه خبير في الخيم بحكم انه على طول كان بيطلع مع اهله، وعارف معظم الحاجات وعيشه المخيم بتكون عامله ازاي، حتى البنات لما بتجيب الفاكهه بيكونوا خايفين ياكلوها، بس هو بيقول لهم على انواع الفاكهه وبيطمنهم، وبيشكروه لان هو اللي لقى مكان النهر والمخيم وولع لهم النار وعارف اسماء الفاكهه كمان، وبيقعدوا يحسبوا هياكلوا ويشربوا بكام نقطه وهيقدروا يوفروا قد ايه. وايانو بيقول لايبوكي ما تقلقيش احنا هنشوف لك حل، وبتيجي كوشيدا وبتدي لها فاكهه، وفجأة سودو بيصرخ، وبنعرف ان كوينجي تعب ورجع للسفينة، وطبعا كلهم بيكونوا قلقانين على نقطهم من الحركة بتاعته دي، وانه كده شخص اناني وكده فصلهم هيفقد 30 نقطة. وبنلاقي ان كوينجي كويس ومش تعبان ولا حاجة، وبيجي تاني يوم، واللي بيروح يصطاد سمك واللي بيجيب فاكهة وهكذا. وبيطلع ايانو مع هاروكيتا وبيقول لها تعالي نستكشف الاماكن وهنضيع وقت، فبتقول له انا ما بحبش اضيع وقتي في حاجات مش مهمة، مش عاوزة طاقتي تخلص على الفاضي، فبيقول لها قعدتك مش هتغير حاجة، وكمان رين حطك في دماغه يعني ممكن يعمل اي حاجه في اي وقت. ودول طلاب الفصل ب، وايانو وهيروكيتا بيروحوا لهم، وايتشينو بتقابلهم وبتعرفهم ان عندهم شلال ميه عذبه، يعني لو محتاجين ميه للشرب ممكن ياخدوا منهم عادي، وهيروكيتا بتكون مبهوره بالنظام وكل حاجه مجهزينها، وفجاه بيقطعهم كنيده وبيقول لها اعمل ايه تاني، فبتقول له روح ساعد ايتشيهيرو، فبيسالوها مين ده، فبتقول لهم ده كنيده وتقريبا كده اتخانق مع اصحابه في الفصل جيم واتطرد من المخيم، وبعدها بتسيبهم وبتروح تكمل شغلها، فبيروحوا يراقبوا مخيم الفصل الف من بعيد. فايانو بيقول لها انا هروح ليهم هخاف من ايه يعني، بس لما بيروحوا ما بيرضوش يدخلوهم. وهيكو بيقول لها المكان ده ملك الفصل الف بس ومش من حقك تدخليه، فبيطلع كاتسو وبيقول لها دي قواعد ولو فكرتي تتعديها مش هيحصل كويس، وكل طلاب الفصل الف بيتجمعوا عليهم، وبيقول لها امشي من هنا احسن لكم، وبيمشوا وبيروحوا يشوفوا مكان الفصل جيم، وبيلاقوهم مش في دماغهم خالص وعايشين حياتهم على اكمل وجه، وبيجي واحد وبيقول لهم رين عاوز يشوفكم، ولما بيروحوا بيلاقوهم ضيع
كل النقط ومش مهتم بأي حاجة. فهاروكيتا بتقول له صحيح، ابوكي عندنا، لقيناها مضروبة في الغابة، هو ايه اللي حصل ليها؟ فبيقول لها ما بتسمعش الكلام، ودي كانت عقوبتها. انا واحد ضيعت كل النقط في اول يوم، مش هتفرق عندي اخسر نقط ايبوكي. وبيقول لهاروكيتا تعالي عودي معانا لو حبيتي. وبعدها ايانو بيقول لهاروكيتا رين مش هيقدر يكمل الاسبوع ده، هيعمل زي كوينجي، هيدعي المرض وينسحب، وبكده الفصل كله هيرجع للسفينة، ودي حاجة في صالحنا، واساس الاختبار ده هي حرية الاختيار. وبيقول لها مين عارف، يمكن اللي عمله رين ده الاجابة الصحيحة للامتحان. وبيجي اليوم التالت، وبالليل بيجي حد بيدخل خيمة البنات وبيسرق منها حاجة. وبيجي اليوم الرابع وبيطلع ايانو مع ساكورا، واول ما بيوصل على شاطئ الفصل جيم مش بيلاقوا اي حد، وتشين وزميلها بيكونوا هناك، وبتقول لهم يا خسارة كنت عاوز اعرف مين قائد الفصل جيم، وبنعرف ان طلاب الفصل جيم رجعوا للسفينة. اما ايبوكي بتكون لسه مع الفصل دال، فسودو بيقول لها اكيد تعرفي حاجة، اتعاوني معانا ده احنا ساعدناكي. فبتقول له وانا ما طلبتش مساعدة من حد، انتوا اللي عملتوا كده من نفسكوا علشان انتوا اغبياء، وقبل ما يضربها بيلحقوه. فبتقول لهم ازاي بتثقوا في اي حد كده. وبيجي اليوم الخامس، والبنات بتروح تصحي الولاد وبتقول لهم ان في حد سرق هدوم كارو، وان هي قاعده زعلانه وبتعيط، واكيد حد منكو اللي عمل كده. فسودو بيقول لها اكيد ايبوكي هي اللي عملت كده. فبتقول لهم احنا مش هنقعد معاكوا تاني. فهيراتا بيقول لها معاكي دليل ان حد مننا اللي عمل كده؟ فبتقول له ما احنا عشان كده جينا لك، عاوزينك تعرف مين الحرامي، واول حاجه كل الشنط هتتفتش. واكي بيلاقي الهدوم في شنطته فبيتخض، وياموتشي بيثبت عليه التهمه، فبيروح يقول لايانو انا مظلوم انا ما عملتش حاجه. فصاحبهم بيقول له يعني عايز تقول ان في حد هو اللي حطهم في شنطتك؟ فبيقول له اكيد، ولما بيجي دوره بيديه لايانو، فايانو بيخبيه في جيبه. فهيراتا بيقول لهم ما لقناش حاجه، ما حدش مننا اللي عملها. فبتقول له احنا عاوزين تفتيش ذاتي، واكي بيقول لهم اهو ما عايش حاجه. فهيراتا بيبدا يفتش، اما ايانو بيكون مش عارف يعمل ايه، ولما بيفتشه بيلاحظ ان في حاجه في جيبه، بس بيقول لهم مفيش حاجه كمان مع ايانو، يعني زي ما قلت لك مفيش حد مننا اللي سرقه. وبعدها ايانو بيقول لهيراتا عاوز اتكلم معاك، ليه ما قلتش للبنات؟ قال له يعني زي ما انا توقعت انت اللي سرقت. فبيقول له لا مش انا. فبيقول له وانا مصدقك، ممكن تديهولي؟ على الاقل محدش هيكلمني لو عارف اني انا الحرامي، لاني حبيبها، وانا متاكد انك مش الحرامي علشان كده ما اتكلمتش. وبيقول له انا مش بتشرط عليك، بس ممكن تلاقي الحرامي الحقيقي. فبيقول له هحاول الاقيه، وبيقول له لو لقيته ما تقولش لحد، تعال عرفني انا وبس. وتاني يوم البنات بيطلبوا من هيراتا وايانو ان كل واحد فيهم يقعد يوم بالليل يحرس خيمه البنات، وبيقوموا فعلا بنقل خيمه البنات. فبتيجي ايبوكي وبتقول له عاوز اتكلم معاك، انت مصدق ان انا اللي سرقت زي سودو ما قال؟ على فكره انا عذراه، علشان لو كنت مكانه ما كنتش هثق في اي شخص من فصل تاني. فايانو بيقول لها بس انا واثق فيكي. فبتستغرب وبتقول له بجد شكرا. وبالليل بتيجي هيروكيتا تتكلم مع ايانو، فبيلاحظ ان حرارتها عاليه، وبيقول لها ليه مش عاوزه تقولي الحقيقه؟ فبتقول له قصدك ايه؟ فبيقول لها من اول يوم في الاختبار وانت حرارتك عاليه. فبتقول له لا انا كويسه. فبيقول لها كذابه، حرارتك 38. فبتقول له انا قضيت 5 ايام، لو استسلمت كل ده هيضيع على الارض. وبيجي اليوم السادس، والطلاب بتلاقي المطر مغرق الارض والسحب مغيمه، ولازم ان هم يجمعوا كل الاكل قبل ما تمطر تاني. فهم قاعدين بيصطادوا، ايانو بيقول لهيروكيتا فين البطاقه؟ فبتقول له معايا. فبيقول لها طب انا عاوز اشوفها، لاني شفت بطاقه مع طالب من الفصل الف، وعاوز اتاكد اللي كانت معايا دي بطاقه حقيقيه ولا لا. فبتطلعها له، فبيقول مش عارف، تقريبا لونها مختلف عن اللي شفتها. فبتقول له ممكن كل فصل يكون ليه لون معين. وفجاه بتيجي كوشيدا وياموتشي وايبوكي، وبيقول لهم انتوا الاثنين بقيتوا قريبين من بعض قوي. وياموتشي بياخد تين وبيحطه على دماغ هيروكيتا، وبيقول لهم في الوقت ده المفروض الحبيب يتدخل، مش كده ولا ايه يا ايانو؟ فهيروكيتا بتلف وبتشده وبترميه في الميه. فايانو بيقول لها كنت هتقتليه، لو ما كنتش انقذته كان زمان دماغه اتفتحت دلوقتي. فبتمشي وبتسيبهم، وهم مش بيطلعوا غير سمكتين. وبعدها تيجي هيروكيتا وبتطلب من ايانو ان هي تتكلم معاه، وبتاخده وبتطلع على الغابه وبتقف وبتقول له احنا في مصيبه، انا اتسرقت، البطاقه اللي معايا اتسرقت. فبيقول لها لازم محدش يعرف لحد ما نشوف هنعمل ايه. فبتقول له انا شاكه في اتنين، في كارو وايبوكي. فبيقول لها بس كارو كانت واقفه عند مكان الاستحمام طول الوقت. فبتقول له يبقى هي ايبوكي، مفيش غيرها. فبيقول لها بس لازم نسالها في وقت معين، والمشكله الكبيره انها ممكن تاخدها وتمشي. وبعدها بيحصل حريق عندهم، وبعد ما بيطفوها بيقولوا ان في خاين وسطيهم، وبيقعدوا يتخانقوا حبه. وفجاه بتيجي كوشيدا وبتقول لهم هي ايبوكي فين، ولما بيدوروا عليها مش بيلاقوها وسطيهم، وبيشكوا ان هي اللي ولعت النار وهربت، والمطره بتزيد. فاكي بيقول لهيراتا هنعمل ايه، وهيراتا بيكون مصدوم من اللي حصل. فبيقول لهم هنتكلم بعدين في الموضوع ده، والحقوا لموا الغسيل قبل ما يتبلى. اما هيروكيتا فبتكون بتجري ورا ايبوكي لانها شاكه فيها من الاول، وفجاه بتلاقيها في وشها وبتقول لها انت اللي سرقتي الهدوم وولعتي في الغابه وكلنا شاكين فيكي. فبتقول لها معاكي دليل على كده؟
فبتقول لها للأسف لا، بس أنا حاسة إنك اللي عملتي كده وهاتي اللي أخدتيه مني كمان. فبتقول لها قصدك إيه؟ بس هيروكيتا بتكون تعبانة جدا، فبتقول لها هفتشك، وقبل ما تاخد الشنطة بتضربها وبتقول لها هنا محدش هيشوف حاجة. وهيروكيتا بتقول لنفسها لازم أعمل حاجة علشان أنقذ الفاست ديل، وبتقول لها أنت اللي سرقتي البطاقة، فبتضربها. وهيروكيتا بتقع، وإيبوكي بتقول لها أيوه أنا اللي أخدتها ومفيش دليل ضدي إن أنا اللي ضربتك. فهيروكيتا بتقول لها سهلة، هطلب تحليل وبصماتك عليها وهقدر أثبت للمدرسة سرقتك. فبتيجي تضربها، بس هيروكيتا بتديلها واحدة بترميها على الأرض. فإيبوكي بتقول لها كنت متأكدة إنك أنت اللي حرقت الغابة واتكلمت معاكي بطريقة غامضة علشان أتأكد من ده، وبتقوم وبتديلها بالرجل، فبتقع هيروكيتا. أما إيبوكي فبتطلع تليفون من شنطتها وبتقول له تمام يا كبير، بطاقة الفصل ديل معايا زي ما طلبت مني بالظبط. واللي بيكلمها بيكون كاتسو قائد الفصل ألف، وبيحسب النقط اللي حصل عليها وإنهم لحد دلوقتي هم المتفوقين على باقي الفصول. وبعدها بتقوم هيروكيتا بتلاقي يانو جنبها، فبتقول له إيه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها لقيتك مغمى عليكي. فبتقول له إن إيبوكي هي اللي سرقت البطاقة وإنها ما قدرتش تاخدها منها. فبيقول لها لازم إنك تنسحبي وأنا هتصرف. فبتقول له فصلنا مش مستحمل خسارة نقط بسببي وأنا عاوزة أوصل للفصل ألف. فبيقول لها ليه عاوزة توصلي للفصل ألف للدرجة دي؟ فبتقول له علشان أثبت لأخويا إن قدرت أعملها. وبتعيط وبتقول له أنا لو كان عندي أصحاب دلوقتي كانوا ساعدوني وقدرت أرجع البطاقة. فبيقول لها أخيرا اعترفتي إنك بحاجة لأصحاب جنبك، وفجأة بياخدها وبيروح يسلمها للمسؤولة. وبيقول لها أنا لقيتها مغمى عليها. فبتقول له كده هيروكيتا هتنسحب، أنت موافق؟ فبيقول لها أيوه موافق على كده. والباقي بيعرف إن هيروكيتا انسحبت وإيبوكي اختفت، وبيقولوا إنها ممكن تكون قائدة الفصل جيم. وإيانو بيجي وبيعرف هيراتا إن البطاقة اتسرقت وإن إيبوكي كانت جاسوسة علشان تعرف مين قائد الفصل دال، وبيزعل لأن كده هيخسر النقط بتاعتهم. وبيجي آخر يوم في الاختبار، وكل فصل بيكتب تخمين قائد الفصول التانية. أما الفصل ب بيكونوا مش لاقيين كنيدة الطالب اللي من الفصل جيم، وبيخافوا يخمنوا غلط علشان ما يخسروش نقط من عندهم. والفصل دال بيلم حاجته، والفصول بتتجمع، وبيجي وقت إعلان نتيجة الاختبار. فبيطلع رينو بيقول لهم استنوا أنا هنا، وكل بيستغرب إنه لسه موجود في الغابة، وبيكونوا مش فاهمين حاجة. فبيجي كاتسو بيقول له إحنا اللي هنكسب برضو، ده إحنا معدين 500 نقطة وشكرا لمساعدتك لينا. فبيقول له طب استنى بس هقولك على حاجة حلوة، في أول يوم أنا اتفقت معاك على صفقة إني آخد منك 200 نقطة مقابل إني أعرفك مين قائد الفصل دال والفصل ب، وبدليل يعني تشوف البطاقة بعينك. فروحت ضربت إيبوكي وكانيدا وكأنهم اتخانقوا مع فصلهم، وعينتهم جواسيس على الفصل دال وب. وفي اليوم التاني صرفنا كل النقط وأعلنا الاستسلام ما عدا إيبوكي وكانيدا وطبعا أنا. ومع العلم أنا كنت بتواصل مع فريق ساكايا اللي من الفصل ألف، وفي واحد منهم عرفني مين قائد الفصل ألف. وفي آخر يوم قابلنا إيبوكي واتأكدنا من بطاقة الفصل دال، وقلت لك إني معرفش مين قائد الفصل ب. وقبل إعلان الاختبار بيجي محامي الفصل جيم وبياخد أسامي قائدة الفصول التانية من رين، ورين بيقول له بكده يكون تم خصم 50 نقطة من كل فصل، وهتتلغي كمان نقاطهم الإضافية، وبكده فصل هيحصل على 150 نقطة من مجرد تخمين قائدة الفصول، وبكده هنكسب الفصل ألف. أما رين فبيكون فخور بنفسه قوي، وبيجي وقت نتيجة إعلان الاختبار، بس بنتفاجئ إن الفصل جيم مجمعش ولا نقطة، صفر نقط. واللي أخد المركز الثالث هو الفصل ألف وحصل على 120 نقطة، والمركز الثاني هو الفصل ب وحصل على 140 نقطة. أما بقى اللي في المركز الأول هو الفصل دال وحصل على 225 نقطة. وطبعا الكل بيتفاجئ من النتيجة حتى طلاب الفصل دال، وبيرجعوا السفينة. وهيروكيتا بتجري ورا إيانو وبتقول له هو إيه اللي حصل، وكل الطلاب بتزعق لكاتسو إنه خسرهم. وساكايا بتكون بتكلم هاشيموتو وإن ده الخاين اللي كان في الفصل ألف. فكاتسو بيقول كنت بتتواصل مع رين وعرفته مين قائد الفصل ألف مش كده؟ بس ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي. وإتشينو بتقول لزميلها مش مشكلة المركز التاني ما خسرناش كتير، أما الفصل دال هو اللي كسب المرة دي. وبتقول له إن المدرسة قالت لنا في أول يوم من حقنا نشتري أي حاجة بالنقط، ومن حقنا كمان الانضمام لأي فصل مقابل نقط. أما إيانو فبيقول لهيروكيتا أنت مش قائدة الفصل دال، وبيطلع البطاقة ومكتوب عليها اسمه، وبيقول لها أنا غيرت القائد قبل نهاية الاختبار، وعارف إني مش من حقي أغير القائد من غير سبب مهم، بس لو في سبب ممكن يتغير، وتدهور حالتك الصحية كان سبب كافي جدا للتغيير. علشان كده غلط رين وكاتسو في إعلان إنك القائدة، فب
بتقول له خططت لكل ده؟ قال لها أيوة، بوظت كاميرات إيبوكي علشان كده سرقت البطاقة، واتفقت مع ياموتشي إن هديله إيميل ساكورا لو عمل الحوار ده معايا، وخليتك تطلع البطاقة قدام إيبوكي، وخليت ياموتشي يحط التين على دماغك علشان تروحي تغيري وإيبوكي تعرف تسرق البطاقة منك، وعملت الحريقة علشان أعمل قلق في المخيم وإيبوكي تعرف تهرب. وبعدها راحت توري البطاقة لرين زي ما خططوا، فبتقول له علشان كده خلتني انسحب وغيرت القائد. فبيقول لها أنا من أول يوم عرفت إننا هناخد نقط قائدة الفصول، وكنت عارف إن كاتسو مش قائد الفصل ألف، وإنه مش هيظهر ده بالبساطة دي، وإنه كان قصد يعمل كده، وإن القائد الحقيقي هو هيكو اللي معاه على طول. أما الفصل جيم فكنت عارف إن رين موجود على الجزيرة لأن شفت عنده جهاز الاستقبال، وإيبوكي كان معاها نفس الجهاز، واتأكدت وقتها إن رين قائد الفصل جيم. أما الفصل ب فسبته في حاله علشان لو اختلفنا مع بعض هيأثر علينا بعد كده. فبتقول له قدرت تلعب بكل اللي حواليك، طلعت مش سهل برضه، وقعدت تقول مش عاوز اوصل للفصل ألف، امال ساعتين ليه؟ ايه اللي دفعك لكده؟ وفجأة بيجي طلاب فصلهم وبيقولوا لها عملتيها ازاي؟ سمعنا انك سبب نجاح الفصل دال. هيراتا قال لنا انك انت اللي كشفتي قائدة الفصل ألف وجيم، بجد انت عظيمة. فبتكون مستغربة من كلامهم وبتقول لنفسها انتوا بتقولوا ايه؟ وبتيجي كوشيدا وبتقول لإيانا هاروكيتا تكل متجمع حواليها، بجد انا بكرهها. قولي صحيح لو عليك الاختيار بيني وبين هاروكيتا هتختارها هي مش كده؟ فبيقول لها مش عارف. فبتقول له ده انت لئيم قوي. وبيجي رسالة لإيانو من المدرسة وبيروح يقابلها وبتقول له برافو عليك. فبيقول لها عملتلك اللي انت عاوزاه، مين بقى اللي كان كلمك في التليفون؟ فبتقول له ده كان ابوك. وبعدها بتيجي هاروكيتا وبتقول له هيراتا قال لي بعد ما عرفته مين قائد الفصول قلت له ان انا اللي عرفتك ده، ليه بتعمل كده؟ قال لها انت نسيتي، انت قلتي ايه؟ انت محتاجة لاصدقاء حواليكي. فبتقول له انت عملت كل ده علشان خاطري؟ فبيقول لها اخيرا بدات تتغيري. فبتقول له ما تفكرش انك بكده هتقدر تقرب مني، احنا بنساعد بعض للوصول للفصل الف وبس، وهقول لك على حاجه واحده بجد شكرا ليك. اما ايانو فبيقول في سره انا مش بفكر فيكي كغطاء للمواقف اللي بعملها، ولا انت ولا كوشيدا ولا هيراتا، انا اقدر احرك كل الناس اللي حواليا، ومش مهم الطريقه ومش مهم هضحي بمين، المهم اني اكسب في الاخر. ولحد هنا استنوني في الموسم الثاني من فصل النخبه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم كتير، سلام.